من كل الجيل الجنرال تكعيبي للواحد راح تقولين واحد، والسبب لأن واحد في واحد في واحد يساوي واحد، لكن هذا الحكي ينطبق على الأعداد المركبة ولا ينطبق على الأعداد الحقيقية ولا ينطبق على الأعداد المركبة. من أقول الجذر التكعيبي للواحد يعني الحل لازم يكون في ثلاث جذور. الدروس الماضية من قلت لك قارين جذر 3 ناقص 4 هاي، كم جواب طلع عندي؟ طلع جوابين، ليش؟ لأن هذا جذر تربيعي. من أريد من التكعيبي الجذر التكعيبي ضمن الأعداد المركبة لازم تطلع ثلاث أجوبة. من أريد منك الجذر الرابع أو الجذور الأربعة لازم تطلع عندي أربع جذور. إذا هنا من أريد الجذر التكعيبي للواحد في R يكون الجواب واحد. إذا ضمن الأعداد الحقيقية يكون الجواب واحد. ضمن الأعداد المركبة المفروض إيش قد؟ المفروض ثلاثة. شلون أستخرج الجذور الثلاثة؟ خطوات الحل هذه الخطوة الأولى راح أجي أفرض زد بتكعيب الطرفين. شو راح يصير عندي هنا؟ زد تكعيب تساوي واحد. أصفر المعادلة شو يصير؟ زد تكعيب ناقص واحد تساوي صفر. بيش أحلل؟ أحلل الفرق بين مكعبين راح يصير زد ناقص واحد مربع الأول عكس الإشارة الأول بالثاني زائد مربع الثاني يساوي صفر. أما زد ناقص واحد تساوي صفر، إذن هنا أما زد ناقص واحد تساوي صفر، إذن هذا راح يصير عندي زد يساوي واحد أو شنو؟ زد تربيع زائد زد زائد واحد يساوي صفر. نقدر نحل بالتجربة هذا؟ ما ينحل. إذن عندي قاعدة عامة تقول القوس الكبير الناتج من فرق أو مجموع مكعبين لا يمكن أن يحل بالتجربة نهائيا وليس له حل في R نهائيا. يعني هذا الحكي إذا إجاج ضمن الفصل الثاني إلى الفصل السادس فهنا من أقول أما أو فأقول أما زد ناقص واحد تساوي صفر، إذن زد تساوي واحد هذا أصلا ما أفكر أحله. القوس الكبير الناتج من فرق أو مجموع مكعبين ليس له حل في R إنما له حل في C ضمن الأعداد المركبة. شلون أحل؟ راح أحل الدستور أو إكمال مربع. الدستور الأي هو واحد، البي هو واحد، والسي هو واحد. إذا هنا من أجل أكتب قانون الدستور إذا زد يساوي سالب بي معناها سالب واحد، موجب سالب تحت الجذر بي تربيع اللي هو واحد ناقص أربعة في واحد في واحد أربعة على اثنين. إذا الجواب راح يصير عندي سالب واحد موجب سالب جذر سالب ثلاثة على اثنين، والسالب إذا وجد تحت الجذر ضمن الأعداد المركبة يحول إلى آي. إذا معناها ويساوي سالب واحد على اثنين موجب سالب جذر ثلاثة على اثنين آي. جذر سالب ثلاثة هذا سويته جذر الثلاثة آي. لذلك من أجي أقول لك الجذر التكعيبي للواحد إيش قد قيمته؟ جد قيمته راح تقولين الجواب هو أما واحد أو سالب نص زائد جذر ثلاثة على اثنين آي أو سالب نص ناقص جذر ثلاثة على اثنين آي. ذمي القيم الثلاث للحفظ. يعني هنا الدرس القادم بالامتحان من أقول إيش قد الجذر التكعيبي للواحد المفروض هذه القيم حاطي. نسيتها شلون؟ ما عندي فيها مشكلة كبيرة. إذا هنا الجذر التكعيبي للواحد أسمي زد بتكعيب الطرفين، أصفر المعادلة، أحلل أما أو أما زد تساوي واحد أو الثاني دستور وهكذا. يجوز بالامتحان أقول لك حل المعادلة مثلا زد تكعيب ناقص واحد تساوي صفر، ممكن. أو أقول لك حل زد تكعيب ناقص آي تساوي صفر. إذا ناقص آي تساوي صفر شلون اتفقنا؟ أضرب في سالب آي تربيع وأيضا مجموع مكعبين. لكن هنا للواحد هو الجزء الثالث من الفصل الأول يتعامل مع الواحد فقط. يعني هنا من أقول لك إيش قد الجذور التكعيبية للواحد؟ تقول لي واحد سالب نص موجب سالب جذر ثلاثة على اثنين آي.
هسه هنا راح اجي اعمل فد مختصرات لسهولة العمل. الواحد راح ابقي واحد. هذا راح نسميه اوميجا. هذا السالب نص زائد جذر 3 على 2 اي راح اسميه اوميجا، اسميه اوميجا مو دبليو، الدبليو هيك ينكتب. هنا راح تكون بي فد زاوية بسيطة، إذا هذا يسمى أوميجا. إذا عجبني أسويه مربع حدانية، يعني هذا الأوميجا إذا أخليه فوق تربيع شو يصير؟ يصير أوميجا تربيع، راح أكتشف الجواب يطلع هذا. فإذا كان هذا أوميجا فهذا شنو؟ هذا أوميجا تربيع، إذا هنا هذا راح يصير عندي أوميجا تربيع. وإذا عجبني هذا أسميه أوميجا. من اسويه مربع الثانيه راح اكتشف التربيع مالته هو هذا اوميجا تربيع هذا. لذلك من اقول لك الاوميجا وحدها شنو قيمته؟ راح تقولين هي سالب نص احتمال موجب او سالب جذر 3 على 2 اي، ايضا هذه قيمه الاوميجا، يعني هذا وهذا، هذا او هذا. يعني الاوميجا شنو قيمة الاوميجا؟ تقول لي هي سالب نص موجب او سالب جذر 3 على 2. زين شنو قيمة الاوميجا تربيع؟ راح تقول لي هي سالب نص سالب او موجب جذر 3 على 2 اي. يعني اذا كانت الاوميجا هي الموجب جزء التخيلي موجب فمعنى الاوميجا تربيع هي سالب. واذا كانت الاوميجا الجزء التخيلي سالب فان الاوميجا تربيع هي الموجب. الحقيقي في كل الاحوال هو سالب نص. من اجل اسوي دراسه على الجذور الثلاث تتمتع بخاصيتين منهجيه وخاصيه استنتاجيه. اكو ملاحظه اخذناها الدرس الماضي. قلنا الجذور النونيه لاي عدد مركب تشترك بمجموعه خواص. تذكروها ولا ما مجموع الجذور النونيه لاي عدد مركب تساوي صفر. مجموع الجذور النونيه لاي عدد مركب تساوي صفر. هسه راح احكي عموميات بعدين راح نجي ناخذ الحاله الخاصه مالتها. هسه هنا الجذر التكعيبي للواحد ايش قد طلع عندي؟ 1 2 3 ثلاث جذور. لو اريد احسب مثلا جذر 5 ناقص 12 اي هذا كم جذر يطلع لي؟ يطلع جذرين. هذا ورا ما اجي افرضه اكس زائد واي اي راح يطلع عندي 3 ناقص 2 اي وسالب 3 زائد 2 اي اللي هو جذر 5 ناقص 12 اي. هذا جذران تربيعيان يعني كم حل؟ حلين. هذا جذور تكعيبيه يعني كم حل؟ ثلاث حلول. الجذور النونيه لاي عدد مركب حتى لو كان عندي جذور الاربعه تطلع اربعه حلول. الجذور الخمسة راح تطلع عندي خمسة حلول تشترك بثلاثة خواص رئيسية. دا احكي بصورة عامة بعدين راح نجي نخصصها. الخواص الرئيسية شنو؟ الخاصية الأولى مجموع الجذور النونية لأي عدد مركب يساوي صفر. لأي عدد مركب. يعني هذول هسه بنجمعهم 3 ناقص 3 صفر و2 اي ناقص 2 اي صفر. هذول من اجمعهم ثلاثتهم؟ سالب نص وسالب نص سالب واحد. مو؟ وموجب واحد صفر. جذر 3 على 2 اي ناقص جذر 3 على 2 اي صفر. اذا هنا الخاصيه رقم واحد اللي تتمتع بها كل الجذور النونيه لاي عدد مركب بان مجموع الجذور جميعها تساوي صفر. هاي الخاصيه رقم واحد. الخاصيه رقم اثنين اي جذر من الجذور اذا رفع الى قوه دليل الجذر يعود الى ما كان داخل الجذر نفسه. يعني هسه هنا واحد تكعيب المفروض واحد. هذا تكعيب المفروض واحد. هذا تكعيب المفروض واحد. هذا تربيع المفروض 5 ناقص 12 اي. هذا تربيع المفروض 5 ناقص 12 اي. اذا شنو الخاصية الثانية؟ أي جذر من الجذور ايش بيه؟ إذا رفع إلى قوة دليل الجذر يعود إلى ما كان داخل الجذر. هاي الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة إذا ضربت جميع الجذور النونية لأي عدد مركب. ليها حالتين. إذا كان دليل الجذر عدد فردي فيكون الناتج هو داخل الجذر نفسه. إذا كان دليل الجذر عدد زوجي فيكون الناتج النظير الجمعي لداخل الجذر.
النظر يرجع. يعني هسه من اضرب هذا مع هذا مع هذا، خلي اجرب. الواحد في اي عدد هو واحد؟ دول مو مترافقين؟ دول مترافقين. حاصل ضرب اي عدد مركب في مرافقه؟ يساوي مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي، مربع السالب نص. هو ربع مو؟ مربع الجذر 3 على 2 3 على 4، فربع زائد 3 على 4 راح يصير 4 على 4 اللي هو 1. اذا ذولا من اضربهم ثلاثتهم الجواب يطلع 1. زين، ذولا من اضربهم اثنيناتهم المفروض شنو هو؟ شو يطلع؟ لا يطلع سالب 5 زائد 12. النظير الجمعي. خلي اجرب، يعني ذولا اذا اضربهم 3 في سالب 3 هذا سالب 9. 3 في 2 اي هذا شو راح يصير عندي؟ زائد 6. هذا ايش راح يصير عندي؟ هنا زائد 6 اي ايضا. مو؟ سالب في سالب، هذا ايش راح يصير عندي؟ ناقص 4 اي تربيع، اذا هذا موجب 4 وهي سالب 9، اذا راح يصير عندي سالب 5 زائد 12 اي. شوفي هذا ايش يصير من هذا؟ النظير الجمعي. وياي؟ فاذا كان دليل الجذر عدد فردي، فحاصل ضرب جميع الجذور ايش يطلع؟ يطلع داخل الجذر نفسه. وإذا كان دليل الجذر عدد زوجي حاصل ضرب جميع الجذور راح يطلع النظير الجمعي لداخل الجذر. يعني هذا الحكي اللي احكي هسه ما موجود بالمنهج بشكل صريح. يعني اخاف اليوم اجيب بالامتحان اقول لك اذا كان الجذر الرابع لعدد معين، عدد لا على التعيين، يساوي 1 2 3، يعني اعطيك 6 جذور، فما هو الجذر الرابع؟ فما هو الجذر الرابع؟ يعني اعطيش داخل الجذر. هو اعطيش 3 جذور. اقول لك وما هو الجذر الرابع؟ نضربهم. انت شو تقولين؟ تقولين انا عندي مجموعة خواص، الخاصية الأولى اجمعهم أربعتهم المفروض يطلع الجواب صفر. فراح أقول هذا زائد هذا زائد هذا زائد أفرض هذا أي زائد بي أي. شو يطلع؟ صفر. ذولا كلها معلومة. احولها الى الطرف الاخر راح اطلع الجذر الرابع، هاي اذا عجبني استخدم هذا الطريق. زين، الطريق الاخر، ذولا من اضربهم اربعتهم المفروض ايش يطلع؟ النظير الجمعي لداخل الجذر، يعني ذولا ثلاثتهم راح اضربهم. ذولا ثلاثتهم راح اضربهم، وهذا راح افرضه اي زائد دي اي. راح يبقى مجهول، شو يساوي؟ اذا هنا اقول لك مثلا 1 ناقص 6 اي، انت المفروض تقولين شو يساوي؟ سالب 1 زائد 6. هاي اذا كان 4، زين اذا كان 5، اذا كان 5 واعطيك 4 جذور واريد منك الجذر الخامس، من ضربيهم ايش يطلع؟ يطلع داخل الجذر نفسه. لان شنو هو؟ عدد فردي. عدد فردي. اذا شنو الخواص الثلاثه؟ هاي الحاله العامه اللي قلنا ما موجوده بالكتاب بشكل صريح. مجموع الجذور النونيه لاي عدد مركب يساوي 0، هاي حاله عامه. 2، اي جذر من الجذور النونيه عند رفعه الى قوه دليل الجذر يكون يعود الناتج الى ما هو داخل الجذر، هاي الحاله الثانيه اذا كان دليل فردي او دليل زوجي. الحاله الثالثه باختلاف اذا فردي او زوجي. حاصل ضرب جميع الجذور اذا كان دليل الجذر عدد فردي ايش يطلع؟ يطلع نفسه داخل الجذر، واذا كان دليل الجذر عدد زوجي يطلع النظير الجمعي اللي داخل الجذر. هسه انا هذا الحكي راح اجي اعمم بعضه على الخواص المنهجيه. هسه هنا ذولا من اجمعهم ثلاثتهم؟ صفر. زين هذه خاصيه فقط بالواحد لو لكل الجذور النونيه؟ لكل الجذور النونيه، لكن منهجيا مختص بها بالواحد. اذا الخاصيه رقم 1 تقول الاوميجا تربيع زائد اوميجا زائد 1 تساوي صفر. هذه للحفظ. اوميجا تربيع زائد اوميجا زائد 1 تساوي صفر، شلون اتحقق من عندها؟ خلي اجمعهم دول ثلاثتهم. جمعناهم قبل شويه يطلع الجواب صفر. انت بالخامس نعطيك قاعده ساين تربيع زائد كوساين تربيع. واحد تذكريها مو؟ لكن المدرسه من انطتك هذا القانون ما قالت لك بالدفتر كتبي ساين تربيع تساوي 1 ناقص كوساين تربيع، والكوساين تربيع تساوي 1 ناقص ساين تربيع، ماكو داعي هالقد ملحها بالقانون، انا اكتب بس القانون الاساسي ومن احتاج اي استنتاج راح احول من طرف الى طرف. هنا نفس الشيء. انا راح اكتب القانون الاساسي. من اجي اسالك بعد شويه اقول لك الاوميجا تربيع واحد ايش تساوي؟ تقولين سالب اوميجا سالب واحد. يعني دولي
أقول لك الأوميجا واحد إيش تساوي؟ سالب أوميجا تربيع سالب واحد. أقول لك الواحد واحد إيش يساوي؟ سالب أوميجا تربيع سالب واحد. ذول اثنين أنتوا معبر. مثل سويت ثبتت واحد ونقلت اثنين بعد ثلاثة. راح أثبت اثنين وأنقل واحد. أقول لك أوميجا تربيع زائد أوميجا تقولين سالب واحد. أقول لك أوميجا زائد واحد تقولين سالب أوميجا تربيع. أقول لك أوميجا تربيع زائد واحد تقولين سالب أوميجا. إذا دني ست استنتاجات فرعية ماكو داعي نكتبها حتى ليس الخلط بالإجارة. أنا أحفظ بس الأساسية اللي هي أوميجا تربيع زائد أوميجا زائد واحد تساوي صفر. أثناء حل الأسئلة راح نشوفها بعد شوية وين ما ألقى أوميجا زائد واحد أشيلها أكتب بمكانها سالب أوميجا تربيع. وين ما ألقى أوميجا تربيع زائد واحد أكتب بمكانها سالب أوميجا. وين ما ألقى أوميجا تربيع زائد أوميجا أكتب بمكانها سالب واحد. وهكذا هذه الاستنتاجات الستة. إذا هذه الخاصية رقم واحد. الخاصية رقم اثنين أوميجا في أوميجا تربيع أوميجا تكعيب. يعني عند ضرب تدفع الأسس إذن هنا أوميجا تكعيب تساوي هو هذا أوميجا وهذا أوميجا تربيع أو بالعكس. دولة من أضربهم مش يطلع الجواب يطلع واحد مو دولة مترافقين. ضرب أي عدد مركب في مرافقه يساوي المربع الحقيقي زائد مربع التخيلي. إذن قانون الأوميجا تكعيب تساوي واحد. هذا قانون التربيع. إذن عندي خاصيتين منهجية. الخاصية رقم ثلاثة رقم ثلاثة تقول أوميجا تربيع ناقص أوميجا. كتبتها باللون الأحمر لأنها حاليا ما موجودة في الكتاب. موجودة في كل مناهج العالم باستثناء بالعراق ما موجودة. فقط سنة 2011 نزلت للكتاب وبعدين فقدت من الكتاب لأسباب مجهولة. أوميجا تربيع ناقص أوميجا خلي أستنتجها. يعني هذا ناقص من أقلب الطرح إلى جمع هذول شو يصيرون؟ موجب وموجب سالب نصف موجب نصف صفر. جذر الثالثة على اثنين زائد جذر الثالثة على اثنين آي راح يصير اثنين جذر الثالثة على اثنين آي اثنين ويا اثنين تختصر. إذا راح يصير جذر الثالثة آي. هاي إذا قلت هذا ناقص هذا وإذا قلت هذا ناقص هذا فراح يصير سالب جذر ثلاثة آي. إذا دول قيمتهم موجب سالب جذر ثلاثة آي. يعني مو أوميجا ناقص أوميجا. إذا هذا ناقص هذا وإحنا قلنا هذا يجوز أوميجا يجوز أوميجا تربيع. مو؟ فالأوميجا ناقص أوميجا تربيع احتمال هذا ناقص هذا واحتمال هذا ناقص هذا احتمالي. فإذا كان هذا ناقص هذا راح يصير جذر ثلاثة. وإذا هذا ناقص هذا منو راح تتبدل إشارته؟ هذا راح تتبدل إشارته لأنه راح يصيرون سالب. فراح يصير سالب جذر ثلاثة آي. لذلك قيمة الأوميجا تربيع ناقص أوميجا أو الأوميجا ناقص أوميجا تربيع هذا موجب سالب جذر ثلاثة آي. راح تقولي لي إذا هو هسه حاليا بالكتاب ما موجود أنت ليش ربطينها؟ هنا ده يصير خلط أحيانا. يعني من أقول له للطالب أوميجا زائد أوميجا تربيع رأسا قولي لي سالب واحد حسب الخاصية رقم واحد. أوميجا زائد أوميجا تربيع سالب واحد. من أقول سالب أوميجا تربيع سالب أوميجا رأساً تقول لي واحد. لكن هنا مش يصير خلط أحياناً بالامتحان. من ده يوصل الطالب إلى أوميجا تربيع ناقص أوميجا ينقسمون إلى قسمين العباقرة نص يقولون واحد ونص يقولون سالب واحد واثنيناتهم صفر. إذن هنا حتى شنو هو تميزين إيش وقت تكون واحد إذا اثنيناتهم سالبة إيش وقت تكون سالب واحد إذا اثنينات الموجبة. لكن إذا وحدة موجبة وحدة سالبة لا هي واحد ولا هي سالب واحد. هذا القانون ما راح استخدمه إلا في حالات نادرة جدا بالطوارئ أكو بدائل عنه. إذن عندي ثلاث خواص رئيسية خاصيتين منهجية والخاصية الثالثة قد استخدمها في حالات خاصة. تذكرون قوة آي أخذناها في المحاضرة الأولى. قوة آي كم احتمال بها؟ بها أربع احتمالات. إذا كانت القوة تقبل القسمة على أربعة بدون باقي فالجواب هو واحد. إذا كان باقي القسمة واحد الجواب هو آي. إذا كان باقي القسمة اثنين الجواب هو سالب واحد اللي هو آي تربيع. إذا كان باقي القسمة ثلاثة الجواب هو سالب آي حسب قابلية القسمة على أربعة. هسا اليوم قوة أوميجا حسب قابلية القسمة على ثلاثة.
العدد أما يقبل القسمة على ثلاثة، وإذا لا يقبل القسمة على ثلاثة باحتمالين، أما يكون الباقي واحد أو يكون الباقي اثنين. فهنا من أجي أقول قوة أوميجا، أوميجا أس إن هذه مكان ما آي أس إن بها أربع احتمالات، هنا الأوميجا أس إن بها ثلاث احتمالات فقط. إذا كانت القوة تقبل القسمة على ثلاثة، القوة الموجبة ها، القوة الصحيحة الموجبة أو القوة الطبيعية إذا كانت تقبل القسمة على ثلاثة بدون باقي فإن الجواب واحد، وإذا كان باقي القسمة واحد فإن الجواب هو أوميجا، وإذا كان باقي القسمة اثنين فالجواب هو أوميجا تربيع. عندي ثلاث احتمالات، يعني هنا من يجيني سؤال يقول لي جد قيمة أوميجا أس 15، هذا ال 15 يقبل القسمة على ثلاثة، إذا مباشرة أكتب الجواب واحد. يجيني سؤال يقول لي جد قيمة أوميجا أس 22، هذا 22 من أقسمها على ثلاثة يزول واحد، إذا مباشرة أكتب الجواب أوميجا. أخاف بالمدرسة أنتم تاخذوها أوميجا أس 22، ما سووها رأس الأوميجا، يجوز سووها أوميجا أس 21 في أوميجا، والأوميجا أس 21 هي أوميجا تكعيب أس 7، والأوميجا تكعيب قيمتها واحد، والواحد أس 7 واحد في أوميجا، هذا الحكي وزاريا كل ما مطلوب من عندك. إذا هنا إذا كانت تقبل القسمة على ثلاثة مباشرة واحد، باقي القسمة واحد أوميجا، زين يجيني سؤال يقول لي أوميجا أس 101، 99 هي تقبل القسمة على ثلاثة، مو إذا تبقى اثنين، إذا الجواب شنو؟ الجواب مباشرة هي أوميجا تربيع. يعني قوة آي كانت أربع احتمالات، لكن قوة أوميجا ثلاث احتمالات فقط، إذا كانت تقبل القسمة على ثلاثة بدون باقي فإن الجواب واحد، إذا كان باقي القسمة واحد فإن الجواب هو أوميجا، وإذا كان باقي القسمة اثنين فالجواب هو أوميجا تربيع. هذه المقدمة البسيطة راح أبني عليها الجزء الثالث من الفصل الأول اللي هو نسميه أوميجا بسرعة. السؤال راح يجيني في عدة وجوه. الحالة الأولى يقول لي جد بأبسط صورة رقم واحد مثلا أوميجا أس 20 زائد أوميجا أس 21 زائد أوميجا أس 22، جد بأبسط صورة الأوميجا أس 20 حسب اتفاقنا هو أوميجا تربيع، إذن هنا راح أقول له أوميجا تربيع. زين الأوميجا أس 21 حسب اتفاقنا قيمته واحد لأن يقبل القسمة على ثلاثة، الأوميجا أس 22 باقي القسمة على ثلاثة يساوي واحد، إذن أوميجا. زين هذا وين شايفه هذا؟ هذا الخاصية رقم واحد، إذن مباشرة راح أكتب الجواب يساوي صفر. هذا راح يكون سؤال بأبسط صورة. بعد شلون ممكن يعقد السؤال شوية أكثر؟ يقول لي جد قيمة هنا يكتب أربعة وهنا يكتب أربعة وهنا يكتب أربعة، لا بأس خلي يكتب أربعة، شو أسوي هسه هنا؟ راح أسحب أربعة عامل مشترك، أسحب أربعة عامل مشترك، هسه هذا شو قيمته؟ هذا قيمته صفر، فراح يصير أربعة في صفر يساوي صفر. فإذا كانت الأوميجا تربيع والأوميجا والثابت كلها بنفس المعاملات فالقانون ايش قد الجواب؟ الجواب يساوي صفر. زين أما إذا رفعت الأوميجا إلى قوة سالبة، إذا رفعت الأوميجا إلى قوة سالبة يقول لي جد قيمة أوميجا السالب 4، القوة السالبة شلون تعمل بها؟ تنزل للمقام حتى تصير موجبة، إذن هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير واحد على أوميجا أس 4. ملاحظة تقول إذا وجدت الأوميجا في المقام أو الأوميجا تربيع نفس الحجم، نستبدل واحد البسط بأوميجا مرفوعة إلى قوة تقبل القسمة على ثلاثة أكبر من قوة المقام. يعني هنا أوميجا تكعيب هو واحد، أوميجا أس 6 هو واحد، أوميجا أس 9 هو واحد، إذا إيش راح أختار؟ أختار أوميجا أس 6 أكبر من قوة المقام، إذا هذا الواحد إيش راح أستبدله؟ راح يصير أوميجا أس 6 على أوميجا أس 4، إذا الجواب يساوي أوميجا تربيع. أحياناً يجيني سؤال آخر يقول لي جد قيمة 2 على مثلاً 1 زائد أوميجا.
واحد زائد أوميجا حسب الاستنتاجات شنو قيمته؟ قيمة السالب أوميجا تربيع حسب الاستنتاجات الستة. واحد زائد أوميجا قيمة السالب أوميجا تربيع. إذن هذا إيش راح يصير عندي؟ هذا هو السالب أوميجا تربيع. ما طول صفر عندي أوميجا بالمقام، شو أسوي؟ أستبدل البسط الواحد مال البسط هذا الاثنين شو أعتبره؟ أعتبره اثنين في واحد. هذا الاثنين اعتبره اثنين في واحد، والواحد شو عبر عنه؟ يعبر عنه اوميجا تكعيب حتى اختصر. يعني ايش راح يصير هنا؟ اثنين اوميجا تكعيب، اذا ويساوي موجب على سالب، هذا سالب اثنين على واحد اثنين اوميجا تكعيب على اوميجا تربيع راح يصير اوميجا. اذا متى ما وجدت الاوميجا او الاوميجا تربيع في المقام اضرب البسط بواحد، لكن هذا الواحد شو اعبر عنه؟ اعبر عنه اوميجا تكعيب او من مضاعفات التكعيب حتى اختصر. شنو الفرق عن الاي؟ مره يجيني سؤال يقول لي جد قيمه واحد على الاي، ومره يجيني سؤال يقول لي جد قيمه واحد على اوميجا. الواحد على الاي شلون اخلص من الاي بالمقام؟ اضرب في سالب اي على سالب اي عامل منسب. اكو طريق اخر، هذا الواحد استبدله بمن؟ استبدله بسالب اي تربيع حتى اختصر. يعني ايش رايك شوف عندي يبقى سالب اي. زين الاوميجا بيها منسب مو ما بيها منسب، لكن مو منهجي. مو منهجي. الاوميجا من تجيني بالمقام استبدل الواحد بمن؟ باوميجا تكعيب حتى اختصر. يعني هم هذول اثنيناتهم واحد. هسه هذا اوميجا تكعيب حتى يصير اوميجا تربيع. إذا اثنيناتهم واحد، لكن كل واحد عبرت عنه بطريقة حتى استفيد من الاختصار. فوجود الآي في المقام لوحدها عندي بها طريقين، أما ضرب العامل المنسب أو أضرب البسط بالعدد واحد والواحد شو عبر عنه؟ سالب آي تربيع حتى اختصر. أما وجود الأوميجا أو الأوميجا تربيع لوحدها في المقام أضرب البسط في واحد وهذا الواحد شو عبر عنه؟ اعبر عنه اوميجا تكعيب حتى اختصر. زين السؤال بعد ما مو بهالبساطه هذه، ممكن يجيني شوي اعقد. يقول لي جد قيمه 3 زائد 2 اوميجا زائد 3 اوميجا تربيع مثلا اس 9. شو اتفقنا قبل شويه؟ اذا كانت المعاملات كلها متشابهه فان الجواب بالتاكيد هو صفر، لان بمجرد اسحب عامل مشترك راح تظهر لي الخاصيه رقم واحد اللي قيمتها صفر، فاي عدد فيه صفر هو صفر. لكن هنا من اجي اباوع على هذا السؤال، المعاملات مو كلها متشابهه، فاذا كانت مو كلها متشابهه اكو احتمالين راح تجيني الاحتمالين، اما اثنين من عندهم متشابهه أو ثلاثة مختلفة ماكو غيرها. يعني الأوميجا تربيع والأوميجا والثابت من يجوني سؤال بسؤال ثلاثتهم. كم احتمال يجوني؟ ثلاث احتمالات. لو المعاملات مال ثلاثتهم متشابهة. لو المعاملات مال اثنين من عندهم متشابهة. لو المعاملات مال ثلاثتهم مختلفة. إذا كان المعاملات مال اثنين من عندهم متشابهة، المتشابه أسحب عامل مشترك. المتشابه فقط. هسه اذا ردت اسحب ثلاثه عامل مشترك ايش يبقى عندي؟ واحد زائد اوميجا تربيع، واعرفه من هو الواحد زائد اوميجا تربيع؟ سالب اوميجا. شوفوا شلون استفيد من الخواص. اذا هسه هذا ايش اقول؟ ويساوي راح افتح قوس كبير راح اسحب ثلاثه عامل مشترك من الاول والثالث. هذا شو يصير عندي؟ واحد زائد اوميجا تربيع زائد اثنين اوميجا، هذه راح تبقى والاس 9 هذه راح تبقى. هسه الواحد زائد اوميجا تربيع اعرفه ايش قد؟ هو سالب اوميجا، فسالب اوميجا في 3. سالب 3 اوميجا، اذا هنا الجواب راح يصير سالب 3 اوميجا زائد 2 اوميجا اس 9. صارت عندي حدود متشابهه، سالب 3 موجب 2 سالب 1. اذا هنا راح يصير عندي ويساوي سالب اوميجا اس 9، واكو قانون ماخذيه قبل. السالب اذا رفعت الى قوه فرديه السالب تطلع برا والقوه تنزل على الاوميجا، واذا رفعت الى قوه زوجيه السالب تلغى والقوه تنزل على الاوميجا. يعني في كل الاحوال هذه التسعه
راح تنزل على اوميجا، واذا كانت 10 هم تنزل على اوميجا. في كل الاحوال القوه تنزل على اوميجا، لكن وين راح يصير الاختلاف؟ بالسالب. ما طول التسعة عدد فردي هذا السالب راح تطلع برا، اذا ايش راح يصير هنا؟ سالب اوميجا اس 9. زين قيمه الاوميجا اس 9 هو 1، اذا الجواب هذا شو يساوي؟ يساوي سالب 1. سؤال يجيني اخر يقول لي جد قيمه 3 ناقص 2 اوميجا تربيع زائد 3 ناقص 2 اوميجا تربيع تربيع. مربع حدانيه، قانون مربع حدانيه مو غريب علينا. شو يقول هنا مربع حدانيه؟ مربع الحد الاول 9 ضرب الاشارتين ناقص 2 في الاول في الثاني راح يصير 12 اوميجا زائد مربع الحد الثاني 4 اوميجا تربيع. هذا انتهينا. زائد مربع الحد الاول 9 ناقص 2 في الاول في الثاني 12 اوميجا تربيع زائد مربع الحد الثاني 4 اوميجا اس 4. خلينا نتذكر ايام زمان وقت الاي اثناء حل السؤال اللي بي اي من القى اي بالسؤال ابقيها اي لو اسويها جذر سالب واحد بالاي ابقيها اي. زين اذا القى تربيع فما فوق تقفل، لكن في عالم الاوميجا اذا لقيت اوميجا تبقى، واذا لقيت اوميجا تربيع تبقى، اذا لقيت تكعيب فما فوق تخفض. يعني هسه من المجمول بالتخفيض فقط الاوميجا اس 4 من نقسم على 3 ايش قد يزود؟ يزود 1. اذا هذا شنو قيمته؟ هذا قيمته 4 اوميجا. هسه راح اجمع الحدود المشابهه 9 زائد 9 هذا راح يصير 18 سالب 12 اوميجا زائد 4 اوميجا شو يصير؟ يصير ناقص 8 اوميجا. 4 اوميجا تربيع ناقص 12 اوميجا تربيع شو يصير؟ يصير سالب 8 اوميجا تربيع. رجع عندي الاحتمال مال المثال الرابع. بس شلون صار هذا سالب 8 اوميجا؟ هذا شنو قيمته؟ هذا قيمته 4 اوميجا. لان اوميجا اس 4 شنو قيمته؟ قيمته اوميجا من نقسم على 3 يزود 1 يعني اوميجا. اذا تقبل القسمه على 3 قيمتها 1. اذا الباقي القسمه 1 قيمتها اوميجا. اذا الباقي قسمه 2 اوميجا تربيع. اذا هنا 4 اوميجا هذا 4 اوميجا ويا سالب 12 اوميجا شو يصير؟ سالب 8 اوميجا وهذا ويا هذا سالب 8 اوميجا تربيع. هسه اربع عامل مشترك؟ 8. هنا عندي طريقين اريد هسه هذا ال 18 راح تنزل اريد اسحب سالب 8 عامل مشترك اريد اسحب موجب 8 بالكيف. اذا سالب 8 عامل مشترك هذا ايش راح يصير عندي هنا؟ اوميجا زائد اوميجا تربيع. راح تقول لي ليش زائد؟ من اسحب سالب عامل مشترك الاصل يغير اشارته. اذا كان الاصل موجب يبقى موجب، اذا اسحب سالب عامل مشترك الاصل يغير اشارته، اذا الاصل موجب يصير سالب واذا سالب يصير موجب. ذول اثنيناتهم سالبات صاروا اثنينات الموجبات. زين الا اسحب سالب 8 عامل مشترك؟ لا مو الا، اقدر اسحب موجب 8 عامل مشترك. اذا موجب 8 عامل مشترك هذا شو يصير عندي؟ يصير سالب اوميجا وسالب اوميجا تربيع. كيف؟ لو هذا هذا. المهم اوميجا زائد اوميجا تربيع شنو قيمته؟ سالب 1. اذا هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير 18 زائد 8 ويساوي 6. اللي يميز هذا السؤال عن السؤال اللي قبله بين السؤال اللي قبله كانت المعاملات مال اثنين من علوم متشابهه. هذا المعاملات مال ثلاثتهم مختلفه. شو اسوي؟ عندي طريقين بالحل. اذا كان المعاملات مال ثلاثتهم مختلفه احول واحد منهم بدلاله الباقي. ما عندي عامل مشترك. لو اتخلص من الاوميجا شو اكتبه مكانها؟ سالب 1 سالب اوميجا تربيع. لو اتخلص من الاوميجا تربيع اكتب مكانها سالب 1 سالب اوميجا. يعني عندي هنا اكثر من طريقه بالحل. شوف هنا الطريق الاول، الطريق الاول هذا شو يصير عندي؟ 3 زائد 2 اوميجا زائد 4 ومكان الاوميجا تربيع
إذا إيه راح أكتب سالب واحد سالب أوميجا وهذا الكل أسد. الأربعة راح تدخل على القوس. يعني إيش راح يصير عندي هسه؟ أقول وي يساوي ثلاثة زائد اثنين أوميجا، الأربعة تدخل على القوس، سالب أربعة ناقص أربعة أوميجا أس ستة. هسه عندي حلول مشابهة. ثلاثة ناقص أربعة سالب واحد. إذا هذا راح يصير عندي سالب واحد ناقص اثنين أوميجا أس ستة. هسه الثلاث حدود صارت حديين. قبل شوية لما أخذنا سؤال تربيع سويناه مربع حدانيين. زين هذا أس ستة ما عندي قانون أس ستة. هذا إيش راح أسوي؟ أسوي تربيع الكل تكعيب. تربيع الكل تكعيب لأن عند الرفع تضرب الأسس. يعني هذا إيش راح يصير عندي؟ ويساوي سالب واحد ناقص اثنين أوميجا تربيع الكل تكعيب. ليش مو تكعيب؟ لا مو التربيع، لا تكعيب. اذا تكعيب تكعيب ثلاثة تسعة. لان عند الرفع تضرب الاسس، عند الضرب تجمع الاسس. اذا هنا اما تربيع تكعيب او تكعيب تربيع، بس راح اسوي تربيع تكعيب لان مربع حداني اسهل من المكعب. اذا هذا ايش راح يصير عندي هسه؟ ويساوي واحد الاشارة زائد مو ناقص، دير بالك المربع حداني يقول ضرب الاشارتين، اثنين في الاول في الثاني اربعة اوميجا زائد اربعة اوميجا تربيع، بقت عندي التكعيب. هسه هنا اربعة عامل مشترك، ايش راح يصير عندي هنا؟ ويساوي واحد زائد اسحب اربعة عامل مشترك، راح يصير اوميجا زائد اوميجا تربيع وهذا الكل تكعيب. هذا شنو قيمته؟ سالب واحد. في أربعة سالب أربعة، إذا معناها واحد ناقص أربعة تكعيب سالب ثلاثة تكعيب اللي هو سالب 27. هذا الطريق الأول اللي سويت، حولت الأوميجا تربيع إلى سالب واحد سالب أوميجا. إيش مو سالب مرفوع إلى قوة فردية، واحد ناقص أربعة سالب ثلاثة، سالب مرفوع إلى قوة فردية سالب وثلاثة تكعيب 27. هنا يجي طالب آخر يقول أنا ما يعجبني أحول أوميجا تربيع، أنا أريد أحول الأوميجا. يصير هم يصير. إذا هنا طريقة ثانية. إيش يصير هنا؟ يصير ثلاثة زائد، أرجع للسؤال أصلي. اثنين في شنو هو؟ الأوميجا من هو؟ هو السالب واحد سالب أوميجا تربيع زائد أربعة أوميجا تربيع، هذا الكل ستة. هسه هذا اثنين راح تدخل على القوس، إذا إيش راح يصير عندي هسه؟ ثلاثة ناقص اثنين. ناقص اثنين أوميجا تربيع زائد أربعة أوميجا تربيع أس ستة. أجمع الحدود المشابهة، إيش راح يصير هنا؟ ثلاثة ناقص اثنين واحد زائد اثنين أوميجا تربيع أس ستة، وراح أسوي نفس هذا الأسلوب، راح أسوي تربيع تكعيب. إذا معناها شنو هو؟ واحد زائد اثنين أوميجا تربيع تربيع الكل تكعيب. مربع حدانية واحد زائد أربعة أوميجا تربيع زائد شنو هو؟ أربعة أوميجا أس أربعة اللي هي أوميجا، هذا الكل تكعيب. راح أسحب أربعة عامل مشترك. إذا إيش راح يصير عندي هنا؟ واحد زائد أربعة عامل مشترك يبقى أوميجا تربيع زائد، ما أكتب أوميجا أس أربعة، أكتب أوميجا اللي هو سالب واحد الكل تكعيب. ايضا هذا ايش قد قيمته؟ سالب واحد. اذا معناها واحد ناقص اربعة تكعيب اللي هو سالب 27. نفس الجواب. هذا قيمته اوميجا تربيع زائد اوميجا سالب واحد في اربعة سالب اربعة. اذا هنا صار عندي كم طريق؟ طريقين. الطريق الاول احول الاوميجا تربيع، الطريق الثاني احول الاوميجا. اكو حد ثالث يجي طالب يقول انت قلت لنا اذا كانت المعاملات كلها متشابهه الجواب صفر. معاملات اذا كلها متشابهه الجواب صفر، يقول لي راح اثبت واحد منهم خلي يكون الاقل منهم. يعني هذا الاثنين اوميجا، هذا الاثنين اوميجا يقول اثبته. هذا الثلاثه ايش راح اسوي؟ اسوي واحد زائد اثنين حتى يصير لي هذا الاثنين. وهذا الاربعة اوميجا تربيع شو اسوي؟ اسوي اثنين اوميجا تربيع زائد اثنين اوميجا تربيع.
إذن هذا ايش راح يصير عندي؟ زائد 2 اوميجا تربيع زائد 2 اوميجا تربيع اس 6. ليش اسوي هيجي؟ يقول على مود ذولا ثلاثتهم قيمتهم صفر. حسب اتفاقنا معاملات مالت ثلاثتهم متشابهه قيمتهم صفر، اذا ايش راح يبقى عندي؟ اذا هنا راح يبقى عندي 1 زائد 2 اوميجا تربيع اس 6 راح يرجع نفس هذا. ايضا راح اسوي تربيع تكعيب وراح يطلع نفس الجواب. اذا هنا ثلاث طرق وزاريه مقبوله. هذا الحكي شو تسوي؟ اذا كانت المعاملات مال ثلاثه مختلفه. كم طريقه عندي بالحل؟ ثلاث طرق رئيسيه، اكو اكثر. ثلاث طرق رئيسيه. لو احول الاوميجا فقط. لو احول الاوميجا تربيع فقط. لو اثبت واحد واحول الباقين على نفس الاسلوب. استاذ احنا ما نطلع اثنين عامل مشترك؟ من ناس سحبت اثنين عامل مشترك، من دول ثلاثتهم بس. اي حسب ثلاثة. يعني هيصير شنو؟ هيصير واحد. زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع اللي قيمتها صفر. وحتبقى 2 زائد 1. لا مو راح يصير 2 في صفر. ها صفر 2 في صفر صفر، هذا يعني ثلاثتهم قيمتهم صفر، اذا ايش راح يبقى عندي؟ واحد. يبقى 1 زائد 2 اوميجا تربيع. واضح؟ حاله اخرى يجيني سؤال اخر اللي هو وزاري. يقول لي جد قيمه 1 على 1 زائد اوميجا ناقص 1 على 1 زائد اوميجا تربيع الكل تربيع. احنا اخذنا شلون نسوي مربع حدانيه، لكن في حاله الكسر ويا مربع حدانيه عمليه صعبه. راح اجي كل واحد اتعامل وياه حسب الخواص اللي اخذناها قبل شويه. الواحد زائد اوميجا في قانون لو ما في قانون؟ في قانون. شنو قانونه؟ سالب اوميجا تربيع، لذلك هذا الواحد راح اعتبره اوميجا تكعيب واخلصه. الواحد زائد اوميجا تربيع اللي هو سالب اوميجا، اذا هذا الواحد راح اعتبره اوميجا تكعيب واختصر. السؤال راح يصير سهل. يعني هذا ايش راح يصير عندي؟ اقول ويساوي هذا هو سالب اوميجا تربيع. لذلك الواحد ايش راح اعتبره؟ اعتبره اوميجا تكعيب. سالب اوميجا. لا مو سالب اوميجا، ناقص راح تنزل. هذا الواحد زائد اوميجا تربيع راح اكتب سالب اوميجا. اذا هذا الواحد شنو هو؟ اوميجا تكعيب والتربيع بعدها بالانتظار. اذا هنا ويساوي موجب على سالب سالب اوميجا. سالب على سالب راح يصير موجب اوميجا تربيع تربيع. زين الاوميجا تربيع ناقص اوميجا اتفقنا قبل شويه موجب سالب جذر ثلاثه اي. لكن هذا القانون يستخدم للطوارئ، يعني اخاف يجي مصحح ما مر عليه لان بالكتاب ما موجود حاليا، بالكتاب ما موجود. لذلك استخدم البديل. شنو البديل؟ ما طول عندي تربيع اسوي مربع حداني. انا اعرف مسبقا هذا قيمته موجب سالب جذر الثلاثه اي. ومن اجي اربعه، مربع الموجب سالب هو موجب، مربع الجذر الثلاثه هو ثلاثه، مربع الاي تربيع فراح يصير ثلاثه اي تربيع عنده سالب ثلاثه. يعني لازم يطلع الجواب هنا سالب ثلاثه. لكن وزاريا خليه اسوي مربع. لا مو مربع الموجب ومربع السالب تربيع هذا راح يصير موجب. هسه خلينا نشوف هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير اوميجا تربيع ضرب الاشارتين ناقص 2 في الاول في الثاني 2 اوميجا تكعيب زائد مربع الحد الثاني اوميجا. زين الاوميجا تربيع تبقى على حالها، الاوميجا تكعيب واحد في 2 اذا هذا راح يبقى 2. الاوميجا اس 4 قيمته اوميجا، اذا اوميجا زائد اوميجا تربيع ايش قيمتها؟ قيمتها سالب 1 وسالب 2 فاذا هنا الجواب يساوي سالب 2. واضح؟ هذا راح يتكرر عندي اكثر من مره، يعني راح اعطيك اكثر من نوع من الاسئله. ورا ما ابسط راح يطلع لي هذا اوميجا ناقص اوميجا تربيع سالب اوميجا زائد اوميجا تربيع، فمن اسوي مربع حدانيه راح يطلع الجواب سالب 3. طيب مو جذر شو؟ نعم ما عندي جذر، قلنا هذا اذا ردت اعوض جذر. اذا عجبني استخدم الخاصيه. شو تصير هنا؟ تصير موجب سالب جذر 3 اي وهذا تربيع. مربع الموجب ومربع السالب موجب. مربع جذر 3 3 مربع الاي اي تربيع، اذا ايش قيمته؟ قيمته سالب الكامل. يعني لو كانت هذه الخاصيه موجوده بالكتاب بالطبعه الحديثه، لو كانت موجوده بل في يجينا في الكتاب يقول رجعوا هالخاصيه
فبعد ماكو داعي اسوي لها مربع حدانيه. من اوصل لهنا راسا نكتب موجب سالب جذر 3 اي تربيع سالب 3 راح يوفر لي جهد. لكن ما اقول لحفظوها من الكتاب فللاحتياط راح استخدم البديل لها راح نسوي مربع حداني. السؤال الثامن من الاسئله الهامه جدا رقم 8 واحد على 2 ناقص اوميجا ناقص 1 على 2 ناقص اوميجا تربيع البن تربيع. سؤال جبته في احد امتحانات نصف السنه قبل يجي 10 سنوات. لكن ندمت عليه في وقته لان قلت اثبت ان الجواب سالب 3 على 49. اثبت هذه اسئله الاثبت بعدين ما عدتها. ليش؟ لان اسئله الاثبت شويه تعلم الطالب على الاتكاليه. يعني هنا يبدي يحل ومن الحل يتخربط فيقوم يلزق بالحل ويطلع الجواب بالقوه سالب 3 على 49. لذلك هنا من اجيبه بالامتحان بعد ورا هذه السنوات من اريد اجيب سؤال يشبه هذا ما اقول اثبت ان اقول جد بابسط صوره. حتى الطالب اللي يخربط تبين الخربطه مالته. اذا هنا في وقت قلت اثبت ان الجواب يساوي سالب 3 على 49. شوف الصعب. اذا اكتب مكان الواحد اوميجا تكعيب راح يتعقد السؤال. مو كل ما اشوف واحد اكتبه مكانه اوميجا تكعيب. ايش وقت اكتبه مكانه اوميجا تكعيب؟ اذا صفى لي بالمقام اوميجا او اوميجا تربيع اكتب اوميجا تكعيب حتى اختصر. بس في هذه الحاله. يعني مو كل ما اشوف واحد اكتب اوميجا تكعيب. حتى بالاي. يعني هسه اذا عندي اي بالمقام. اذا الواحد اكتبه مكانه سالب اي تربيع عقب اختصار. اكو اختصار راح يبقى سالب اي. لكن اذا كان واحد زائد اي من اكتب سالب اي تربيع راح يتعقد السؤال ما يتبسط هو صح مو غلط راح يتعقد السؤال. لذلك هسه هنا اذا القى بالمقام اوميجا من مصلحتي ان اكتب مكان الواحد اوميجا تكعيب حتى اختصر. اذا القى بالمقام واحد زائد اوميجا من مصلحتي ان هذا احوله سالب اوميجا تربيع واكتبه مكان الواحد اوميجا تكعيب حتى اختصر. لكن اذا القى واحد ناقص اوميجا هذه لا هي اوميجا ولا هي اوميجا تربيع. يعني اذا اثنينات الموجبات هي سالب اوميجا تربيع. اذا اثنيناتهم سالبات هي اوميجا تربيع. اذا واحده موجبه واحده سالبه لا هذه ولا هذه. اذا اكتبه مكان الواحد اوميجا تكعيب راح يتعقد السؤال. اذا بهذا السؤال مو من مصلحتي ان اكتبه مكان الواحد اوميجا تكعيب. اذا ايش راح اسوي هسه؟ ما عندي غير عمليه توحيد المقامات. عملية توحيد مقامات عامل منسب موجود لكن مو منهجي. عملية توحيد مقامات شوية خلينا نرجع للخامس الابتدائي. هنا بالخامس ابتدائي المعلمة تقول لك 2 على 5 مثلا ناقص 3 على 7. شقد الجواب؟ هنا المضاعف المشترك هو شنو؟ هو 35 اللي جاي من 5 في 7. مو؟ هسه 5 في 7 على 5 بها السبعة بمن تنضرب؟ تنضرب بالثنين. إذا راح يصير عندي 2 في 7 هذا بها 5 في 3. إذا ايش راح يصير هنا؟ راح يصير 3 في 5. من أجي أسوي دراسة عن الناتج كأنه ايش يصير عندي؟ كأنه السبعة انضربت بالثنين وكأنه الخمسة انضربت بالثلاثة وكأنه المقامين انضربوا واحد بالآخر. اي أصل عملية توحيد المقامات هي هذه. المقامين اضربهم واحد بالله وكل مقام شو اسوي له؟ اضربه في بسط الطرف الاخر. اذا هنا ايش راح اسوي بهذا السؤال؟ اذا هذا المقام راح ينضرب بالواحد وهذا المقام راح ينضرب بالواحد والمقامين راح اضربهم واحد بالله. هذه هي عمليه توحيد المقامات. هسه راح اجي اكتب كتابه واذا عندك اعتراض اعترضي. زين ايش راح يصير هنا؟ 2 ناقص اوميجا تربيع ناقص 2 ناقص اوميجا على شنو؟ 2 ناقص اوميجا في 2 ناقص اوميجا تربيع هذا الكل تربيع. اكو خطا بالسؤال؟ الاقواس مهم جدا. هذا السؤال بوقته من جبته بنص السنه بعض الطلاب طلعوا من الامتحان قال استاذ سؤالك غلط ده يطلع الجواب عندنا 1 على 49.
أنا إذا أريد أسالب 3 على 49 قالوا إذا يطلع الجواب 1 على 49 شنو سووا وطلع 1 على 49 أقواس ما كتبوها هاي أقواس ما كتبوها هذا القوس هسه إذا أكتبه هذه السالب المن تابعة تابعة للاثنين أتوم يعني تابعة للاثنين وتابعة للأوميجا لكن إذا القوس ما أكتبه معنا السالب تابعة فقط للاثنين لذلك من كتبوها بدون أقواس صارت الكارثة قالوا 2 ناقص 2 صفر وسالب أوميجا تربيع وسالب أوميجا قيمتها 1 لذلك طلع الجواب 1 على 49 واضح؟ هذا من الأخطاء الشائعة اللي يوقع بها الطالب هنا من السوين توحيد مقامات ذول اثنيناتهم تخليهم داخل قوسين ما تنسي هذه؟ إن شاء الله إذن إيش راح يصير عندي هسه؟ أقول وين يساوي؟ البسط هذا الاثنين ناقص أوميجا تربيع راح يطلع على وضعه هذا السالب راح تنضرب بالقوس يعني ايش راح يصير عندي هسه سالب 2 بعد زائد اوميجا ذول القوسين اوزعهم واحد على الاخر 2 في 2 4 2 في سالب اوميجا تربيع سالب 2 اوميجا تربيع سالب اوميجا في 2 سالب 2 اوميجا سالب اوميجا في سالب اوميجا تربيع هذا راح يصير موجب اوميجا تكعيب اللي هو 1 اذا تربيع ويساوي ايش راح ابسط هنا 2 ناقص 2 صفر اذا ايش راح يبقى عندي سالب اوميجا تربيع زائد اوميجا قيمه الاوميجا تكعيب 1 الواحد وياهم تنضرب ويا الاربعه اذا راح يصير هنا 5 اسحب سالب 2 عامل مشترك اذا ايش راح يبقى عندي هنا راح يبقى اوميجا تربيع زائد اوميجا ايضا هواي طلاب يقول لي ناقص هنا دير بالك من اسحب هذا شنو العامل المشترك؟ سالب 2 من اسحب سالب عامل مشترك الاصل يغير اشاراته. الكل شنو؟ الكل تربيع. احنا دائما نسحب سالب عامل حتى الاصل يغير اشاراته، هسه هنا هذا شنو قيمته؟ قيمته سالب 1. اذا ايش راح يصير هنا؟ راح يصير 5 زائد 2 7. هسه هنا هذا بعد ما يتبسط وهذا بعد ما يتبسط، هسه مضطر التربيع اوزعها مره على البسط مره على يعني ايش راح يصير عندي هنا؟ اقول ويساوي سالب اوميجا تربيع زائد اوميجا للكل تربيع. على شنو؟ على 7 تربيع، السبعه تربيع هذا 49 وهذا ايش اسوي له؟ مربع حدانيه رجعت لي الفكره مال قبل شويه. اذا ايش راح يصير عندي هسه هنا؟ اوميجا بس 4 ضرب الاشارتين 2 في الاول في الثاني زائد مربع الحد الثاني ويساوي الاوميجا اس 4 هي اوميجا اذا هذا قيمته اوميجا 2 في 1 هو 2 زائد على 49 اوميجا زائد اوميجا تربيع سالب 1 ويا سالب 2 اذا هنا الجواب يساوي سالب 3 على 49 راح تقول لي السؤال قبله سؤال سابع اقدر احل توحيد مقامات يصير لكن التبسيط اسهل لكن شو وقت تكونين ملزمه بتوحيد المقامات؟ اذا كان المقام لا هو اوميجا ولا هو اوميجا تربيع. يعني راح تحلين سؤال بعد شويه راح اقول لك هنا واحد ناقص اوميجا وهنا واحد ناقص اوميجا تربيع. اذا هنا لا هو اوميجا ولا هو اوميجا تربيع اذا مضطر اسوي عمليه توحيد مقامات. لانه كان ببسط مو واحد.